الصلاة والسلام على النبي المصطفى علي المقام. إلا غمس يده فيه. أدلة شرعية على جواز التبرك بالأنبياء والصالحين وآثارهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين. أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خلي ببعض ثيابه أو كح لطيب ترابه وأضم قبر جماله.